هذا وتمتد العلاقة البحرينية الأردنية إلى تاريخ طويل تجسدت خلاله أسمى معاني الأخوة والتعاون والعمل المشترك، لتصبح العلاقة بين البلدين الشقيقين نموذجا ناجحا للعلاقات بين الدول. تعد زيارة صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة إلى مملكة البحرين مناسبة مهمة لتؤكد تشابه التجربة التنموية بين مملكة البحرين والأردن، ومن ثم قوة وعمق العلاقات المشتركة التي تربط البلدين. فالعلاقة بين مملكة البحرين وشقيقتها المملكة الأردنية ليست وليدة اليوم، بل هي امتداد لعلاقات مميزة ومواقف مشتركة على مدى سنوات طويلة. ولطالما توجت هذه العلاقة بزيارات متبادلة بين العاهلين البحريني والأردني جسدت مدى عمق هذه العلاقات، ولا سيما في ظل الدور الأردني الهام في دعم الجهود التنموية في البحرين على الأصعدة كافة. في الأثناء لم تتوانى البحرين يوما عن تقديم الدعم للأردن الشقيق بشتى الطرق لتضيف لبنة تلو الأخرى في صروح هذه العلاقة التاريخية الصلبة التي صانتها وحمتها الرعاية الكريمة من لدن قيادتي البلدين، حيث باتت العلاقات البحرينية الأردنية نموذجا للعلاقات العربية الناجحة نظرا لعمقها التاريخي وأطر التعاون المشتركة التي تشمل العديد من القطاعات والمجالات، فضلا عن تناغم الرؤى والمواقف إزاء الملفات والقضايا الإقليمية والدولية. ويبدو ذلك جليا من خلال دعم المملكتين للجهود الدولية لمحاربة الإرهاب والتطرف والسعي للعمل على استقرار المنطقة ونبذ العنف والتطرف الديني والطائفي والعرقي، وهو ما انعكس بصورة إيجابية في هذا الطابع الفريد والمتميز للعلاقات بين المملكتين الشقيقتين.